فيلم النهاردة فيلم الإثارة والرعب فروم هيل، والفيلم بيحكي قصة حقيقية عن سفاح قام بعدد من الجرائم البشعة في شوارع لندن سنة 1888. بيبدأ أحداث الفيلم بمنظر عام لشوارع لندن بالليل، وتحديدا منطقة ساحة جورج اللي بتدور فيها أحداث الفيلم. والشوارع بتكون مليانة بالناس وأغلبهم فتيات ليل وعصابات. بعد كده بتظهر البنت دي اللي هي من العاهرات الخمسة اللي بيدور حولهم قصة الفيلم، وبيكون اسمها ماري، وهي ماشية بيطلع عليها الاتنين دول، وهم بنعرف بعد كده انهم من عصابة نيكولز وبيطلبوا منها فلوس تقريبا كده اتاوة او بلطجة حاجة زي كده، وهي بتقول لهم انها ما معهاش اي فلوس دلوقتي، فبيهددوها بالسكينة وبيقولوا لها لازم تدفعي انتي وزميلاتك الخمسة وإلا فيها موتكم، وهي قالت لهم خلاص تمام هندفع. بعد كده بتظهر ماري مع زميلاتها الخمسة وبتكلموا في مشكلة فلوس العصابة وازاي يدفعوها وإلا العصابة هتقتلهم. ساعتها بتظهر الست دي اللي اسمها آن ومعاها طفلة، وبنعرف من حوارهم انها كانت زميلتهم في مهنة الدعارة، لكنها اتعرفت على تاجر غني اسمه ألبرت واتجوزها وخلف منها البنت دي. وألبرت ده مش عايش معاها على طول، لكنه بيجي لها كل فترة، وانه جاي النهاردة، فهي بتطلب من ماري انها تاخد بالها من الطفلة عشان هي تتفرغ لألبرت. فصديقتها بيقول لها لازم نشتغل مش فاضيين للطفلة لاننا ملزمين بفلوس لازم نجيبها لعصابة نيكولز النهاردة، وماري بتقول لها انها ملزمة بمبلغ لازم تجمعه فمش هتعرف تفضل مع البنت. فقام بتقول لهم ان المبلغ ده انا هجيبه لكم من ألبرت لانه رجل غني وكريم، وبكده تكون المشكلة اتحلت. بعد كده بتظهر آن مع ألبرت وهما بيمارسوا الجنس، وبيدخل عليهم ناس يخطفوهم في الملايات بتاعتهم، وبتكون ماري شايلة الطفلة واقفة في الشارع. بتشوف صاحبتها آن وجوزها ألبرت وهما بيتخطفوا، بتقرر تخفي الطفلة خوفا عليها لأنها مفكرة إن الناس دول من العصابة. بعد كده بتظهر آن اللي اتخطفت وهي في غرفة مع حد بيحجج معاها، وبيسألها سؤال مش مفهوم وهو مين يعرف، وده هنفهم معناه مع أحداث الفيلم. وتجريبا كده هي اعترفت أن صديقتها الخمسة هم اللي يعرفوا، لكن يعرفوا إيه ده اللي هنعرفه مع أحداث الفيلم. بعد كده بتظهر ماري مع صاحبتها دي وبتسألها هتعمل إيه مع الطفلة وهتروح بيها فين، لكن صاحبتها بتقول لها أنها هتروح الشغل وهتقابلها بعدين وسابتها ومشيت. وهي ماشية كان في حد ماشي وراها، وفي مكان ضلمة زي ده بتتخطف الست دي وبتتقتل، وبكده دي بتكون أول واحدة في سلسلة الجرائم اللي هتحصل. بعد كده بيجي منظر عام لحاجة زي خمارة أو حاجة زي كده، كل اللي فيها دايخين ومسطولين، وبتيجي الكاميرا في وسط الناس دول على بطل الفيلم جوني ديب وهو بيشرب حاجة مش مفهومة في البتاعة الطويلة دي، وبعد ما يشربها بيروح في دنيا تانية وبيشوف حاجات وخيالات، منها جرائم القتل اللي بتحصل بيحلم بيها قبل ما حد يبلغه. المهم بيدخل عليه الرجل ده وبيضربه قلم جامد عشان يفوقه، وياخده يحط راسه في طبق مية عشان يفوق، ولما بيفوق بيدور بينهم حوار بنعرف منه انه جنديب هو مفتش الشرطة، وان اللي ضربه بالقلم ده هو رقيب الشرطة وكان بيفوقه عشان يكلفه بالتحقيق في جريمة القتل اللي حصلت. لكن قبل ما يكلمه عن الجريمة بيحكي له المفتش انه شاف في الحلم واحدة مقتولة ومقطوع اعضائها الانثوية. المهم الرقيب بيحكي له عن جريمة القتل اللي حصلت، وان العصابة قتلت واحدة ست النهاردة، ولكن القتل كان بطريقة غريبة ما شافهاش الرقيب قبل كده، وان الموضوع محتاج حد في عبقرية المفتش لعشان يحل اللغز. بعد كده بيروحوا الاتنين المشرح بيشوفوا الجثة اللي بيلاقوها مقطوعة الحنجرة ومنزوعة العضو الأنثى. بعد كده بيجي مشهد في مجموعة من الأطباء البريطانيين بيتكلموا عن علاج جديد للجنون، بيهمنا منهم شخصيتين، شخصية الدكتور ويليام اللي بنعرف بعد كده انه طبيب العائلة الملكية، وشخصية الدكتور فيرال اللي هو بيقوم بالتجارب على المرضى. المهم بيدخل الأطباء دول غرفة التجربة وبتظهر المريضة اللي هيتم عليها التجربة، وبتطلع المريضة دي هي آن زوجة ألبرت اللي اتخطفت. وبكده بنفهم ان خطف آن وجوزها ألبرت كان من جهة حكومية ما كانش شغل عصابات، وان الحكومة البريطانية بتحاول تخفي معلومة معينة عند آن، عشان كده الدكتور قال على آن انها بتعاني من هلاوس سمعية وبصرية خطيرة. وبتبدأ التجربة بتخدير آن، وبيجيب الدكتور شاكوش صغير كده زي ما احنا شايفين، وبيخبط على دماغ آن من الشمال مرة ومن اليمين مرة حاجة زي كده يعني،
بعد كده بتظهر البنت دي وهي واحدة من مجموعة العاهرات ومعاها زبون بيمارسوا الجنس في الشارع، ولما بيخلص الراجل بيرملها الفلوس على الأرض، بتوطي جيبها، بيظهر لها الراجل ده اللي من العصابة وبيقول لها إن الفلوس دي فلوسه هو، وبيطلع السكينة ولسه هيضربها بيطلع له الشرطي ده فبيسيبها ويمشي وبيقول لها أنت امرأة ميتة، فبتسيبه وتمشي وهي بتعيط، فبيطلع لها واحد يديها مشروب وعنقود عنب وبتقعد تاكل. بعد كده بيقتلها وبيطلع شنطة العدة وبيقعد يشرح فيها في الشارع اللي كان مليان ناس، دلوقتي ما فيهوش أي حد. بعد كده بيظهر المفتش وبيلاقي نفس وضع الجريمة الأولى، لكن بيلفت نظره وجود العنب، وده دليل على إن القاتل رجل ثري. كمان بيكتشف إن إزالة العضو الأنثوي والرحم والحاجات دي ما يقدرش يعملها غير جراح أو حد عنده فكرة كويسة عن الطب، عشان كده استبعد المفتش ان تكون عصابة نيكولز هي اللي بتقتل او بتعمل الجرائم دي، وان اللي ورا الحاجات دي حد مش عشوائي، وان العملية مدروسة وبتتم حسب خطة. بعد كده بيروح المفتش لرئيس الشرطة وبيعرفه ان الجريمة مش شغل عصابات، وان نزع الاعضاء شغل اطباء ومجانين، فرئيسه بيقول له لا يمكن تكون التصرفات دي تصرفات رجل انجليزي اصيل، وبيكلموا عن الغرباء في المنطقة خاصة اليهود والجزارين منهم، فبيقول له المفتش ان ده عمل واحد له معرفة بالتشريح او دارس للطب، فرئيسه بينفعل عليه وبيقول له دي تصرفات لا يمكن يقوم بيها رجل اصيل، وبينهي المقابلة. بعد كده بيروح المفتش البيت وبيعمل مشروبه المعتاد اللي هو الافيون، بعد ما بيشربه بيروح في غيبوبة وبيحلم بحاجات، منها حاجات عن زوجته اللي ماتت وهي بتخلف. بعد كده بيظهر مشهد للقاتل وهو بيستعد للجولة الجاية، لكن لحد دلوقتي ما بيظهرش بوشه، وبيظهر سواق العربة بتاعته وهو بيرتعش من الخوف من اللي بيشوفه في كل مرة، وبيتحرك بالعربية وبيلاقي واحدة من البنات ماشية لوحدها، بيقف لها وبيقول لها ان سيدي في انتظارك وهيدفع لك كويس، وانها لازم تيجي معاه، لكن هي خايفة ومش هترضى تركب، لحد ما بيطلع لها عنقود عنب فبتوافق على طول. معرفش حكاية العنب دي، بس يبدو انه كان غالي جدا. المهم بتركب معاه وبتروح لمكان ضلمة، بينزلها وبيقول لها سيدي ينتظرك في هذا الممر، واول ما بتدخل الممر بتندبح وبيحصل فيها زي اللي حصل مع غيرها وهو نزع الاحشاء. بعد كده بيظهر المفتش عند الجثة اللي بيلاقي برضو عنقود العنب، وبيلاقي القاتل انتزع احشاء اكتر ورتبها بطريقة معينة، فبيعرف انه عمل له طقوس وله جهة معينة بينتمي ليها. ووجد جنب الجثة مجموعة من العملات، لما رسم بينهم خطوط ظهرت نجمة الماسونية. بيحط العملات المعدنية دي على عين القتيلة، ولما الرائد بيسأله بتعمل ايه بيقول له فيه مقولة مشهورة بمعنى من يأخذ هذا الجسد عبر النهر الى مدينة الموتى، يعني اللي معاش فلوس مش هيلاقي حد يوصله لمدينة الموت. بعد كده بيروح المفتش لمستشفى لندن، بيحاول يستعين بالأطباء الموجودين عشان يساعدوه لفهم اللغز، لكن معظم الأطباء بيقولوله ايه علاقة الأطباء بالسفاحين وبيرفضوا يتعاونوا معاه. في اللحظة دي بيظهر الدكتور ويليام اللي قلنا انه هو طبيب العائلة الملكية، وبياخد المفتش في حجرة لوحدهم، وبيعرض ويليام خدماته على المفتش وانه هيحاول يساعده، وكان طبعا المفتش ما يعرفش ان ويليام ده هو طبيب العائلة الملكية واكبر الجراحين الموجودين. بيرسم المفتش لويليام السكينة اللي بيستخدمها القاتل لقتل ضحاياه، وويليام بيقول له ان السكينة دي سكينة بيستخدمها الجراحين في حالة عدم وجود بنج، لانها سريعة جدا في القطع. بعد كده كلموا المفتش عن العنب اللي بيلاقيه مع الضحايا، وعن المشروب اللي بيشربه القاتل لضحاياه، وان المشروب ده مخلوط بالافيون. بيقول له ويليام ان ما يعرفش مذاق الافيون ده الا الاطباء او المدمنين، وبيعرف ان المفتش مدمن افيون وبيكتب له علاج عشان يساعده انه يخف من الادمان. بعد كده بيكمل الدكتور ويليام كلام عن السفاح، وبيقول للمفتش انه بيقطع عنق ضحاياه من الشمال لليمين، معنى كده انه رجل ايمن، وانه عشان يقدر يوصل التجويف الداخلي للمعدة لازم يقطع 4 طبقات من النسيج الجلدي،
وانه عشان يعمل كده لازم يكون معاه عدة جراح متكاملة زي دي، ووراله الشنطة الخاصة بالجراحين، وان القاتل بينزع الاحشاء بسرعة وفي مكان مظلم. عشان كده بنصحك انك تفتش عن شخص لديه معرفة شاملة بعلم التشريح. بعد كده بيظهر مشهد للدكتور ويليام مع ملكة بريطانيا، وهي بتسأله عن حفيدها اللي الدكتور ويليام بيشرف على علاجه، وانه مصاب باضطراب عصبي بيأثر على المخ. والملكة بتقوله انك بتقوم بعمل عظيم لخدمة امبراطوريتنا. فمين هو حفيد الملكة اللي بيشرف عليه الدكتور ويليام، والدكتور ويليام بيعمل ايه اصلا عشان بيعمل خدمة للامبراطورية؟ ده اللي هنعرفه خلال الاحداث الجاية. بعد كده بيظهر المفتش مع ماري وهم قاعدين في مطعم، وبيحاول المفتش يطلع منها باي معلومات جديدة، لكنها ما بتقولوش اي حاجة غير ان كل الاحداث اللي بتحصل دي بدأت لما تعرفت آن على البرت وتجوزت. بعد كده بياخد المفتش ماري وبيروح لآن مستشفى المجانين عشان يحاول يطلع منها بأي معلومات مفيدة عن ألبرت، لكن آن بتكون حالتها سيئة جدا وفي شبه غيبوبة. ولكن لما سألها المفتش عن الطفلة ومين أبوها، قالت له أنه أمير وأنها ملكة. وبكده الموضوع بيوضح للمفتش أن مجموعة فتيات الليل دول فيهم واحدة اللي هي آن اتجوزت واحد من العائلة المالكة وهو ألبرت، وإن الخبر لما تعرف للعائلة المالكة خطفت ألبرت وبعدته عن الناس وخدت آن ودخلتها مستشفى المجانين عشان تقضي عليها، وإن اللي بيحصل ده انتقام، وإن في حد بيخلص على مجموعة الفتيات دول لأن هم الوحيدين اللي يعرفوا الموضوع. بعد كده بيخرج المفتش هو وماري من المستشفى وبيمشوا يتكلموا في الموضوع، وبيسألها ازاي عرفت ألبرت ده وشافته فين اول مرة، فبتقول له ان هو رسام وطلب منهم انه يرسمهم عرايا، واعجب بعد كده بآن وتجوزها رسمي في الكنيسة، وان هم واصدقائها البنات كانوا شاهدين على الجواز، وبعد كده خلفوا بنتهم أليس. بعد كده بياخدها المفتش على معرض اللوحات وبيوريها قسم العائلة الملكية، فلما بتشوف لوحة ألبرت وتقرأ المكتوب تحتها، وإن المكتوب تحتها البرنس ألبرت، بيحصل لها صدمة وذهول لما بتعرف إن صاحبتها آن كانت متجوزة أمير من الأسرة الملكية. بعد كده بيروح المفتش إلى بيت الدكتور ويليام عشان يحكي له عن اللي عرفه، وإنه شاكك في أن ألبرت له يد في اللي بيحصل في جرائم القتل، لكن الدكتور ويليام بيقول له أن أعرف ألبرت جيداً، ان هو بيحب النساء لكن لا يمكن يكون هو السفاح، وده عشان ان ألبرت مصاب بمرض الزهري وان حالته العقلية غير جيدة وانه ضعيف جدا، وحالات القتل بتتطلب ايد قوية وحيوية عالية، وان السبب الاهم والاقوى اللي بيخلي ألبرت مش هو السفاح ان ألبرت ما يعرفش حاجة عن علم التشريح. بعد كده بيجي مشهد للراجل ده وهو داخل مخبأ تحت الأرض ولابس زي رسمي معين، اللي بنعرف بعد كده ان ده المجمع الماسوني، وان هناك مرشح جديد للانضمام بيحلف القسم، وبيظهر العضو الجديد ده اللي هيحلف القسم، وبيظهر ان هو الدكتور فيرال اللي كان بيعمل عملية العلاج لآن قبل كده. وكمان بيظهر في المجمع الماسوني ده رئيس الشرطة اللي هو رئيس المفتش، وكمان الدكتور ويليام، وتقريبا كل الناس المهمة في لندن بتظهر في المجمع الماسوني فضل لهم الملكة بس. بعد كده بتظهر ماري مع البنت الوحيدة اللي فضلة معاها من الخمسة، وبتكلموا عن اللي عرفته عن ألبرت وانه طلع امير من الاسرة المالكة، وزمايلها مش مصدقين، وبتدخل عليهم البنت دي اللي معاها واحدة لسه اول مرة تظهر في الفيلم وبتنضم لهم جديد اسمها آدة من بروكسل. في الوقت ده بيجي لها المفتش وبيشاور لها من بعيد، بتخرج له ماري وبيقول لها ان عايزها هي وصديقتها يختفوا من الشارع ده لفترة، وان يشوفوا لهم غرفة في اي مكان بعيد، ولازم محدش يعرف مكانها حتى هو، وان بعد 3 ايام تيجي وتسيب له رسالة في الحانة عشان بعد كده يبقى يعرف يتواصل معاها. بعد كده بتظهر ماري مع صديقتها في الغرفة، والاتنين اللي قاعدين حزانة دول هم اللي عليهم الدور في القتل، والاتنين التانيين دول بيرقصوا سوا ومش في دماغهم حاجة. المهم البنت دي بتحاول تبوس البنت دي فبتزجها وبترفض وبتخنجوا مع بعض، وبتخرج البنت دي زعلانة منهم، وبتلاقي عربية السفاح مستنياها وبيديها عنقود العنب والمشروب المعروف، وبعد كده بياخدها المكان مهجور وبيقع منها العنب، فبتنزل تدور عليه وبيكون السفاح طلع السكينة وهي بتشوفها في بركة المية الموجودة تحت منها، فبتجري منه وبيمسكها السائق بتاعه، وبيكون معدي عليهم اليهودي ده، وفي النهاية بيقتلها بس ما بيعرفش يقطع منها حاجة.
بعد كده بتطلع الست دي تدور على زميلتها وهي جلجانة عليها، بيكون السفاح مستنيها وبيقتلها وبيشرح فيها زي ما هو عايز. في الوقت ده بيجي المفتش يشوف الجريمة الأولى اللي ما اتشرحتش، فبيقول إن السفاح معرفش يقطع منها أي حاجة، وده هيخليه غضبان ويدور على ضحية تانية عشان يشرحها النهاردة. وبيجري في المنطقة يدور على أي مصدر للسفاح، لأنه متأكد إنه مستني ضحية جديدة النهاردة في نفس المنطقة، وطبعا خايف على ماري لأن هي الوحيدة اللي فاضلة من الشلة بتاعة البنت. لكن عصابة نيكولز بتقابله وبتمسكه وتطلب منه إن هما هيقتلوه لو مبعدش عنهم، وبطل يجيب سيرتهم في جرائم القتل اللي بتحصل دي، وواحد منهم راح خبطه روسية أغمى عليه. بعد ما بيفكش غير على صفارة الشرطة وناس بتجري في الشارع، وواحد بيقول لجيو قتيلة تانية، فبيجري عليها بسرعة بيفكرها إن هي ماري، لكن لما بيكشف وشها وبيعرف إنها زميلتها مش ماري بيرتاح شوية. بعد كده بيروح المفتش للحانة وبيسيب رسالة لماري ويرجع البيت يشرب أفيون من جديد. ولما بيشرب أفيون المرة دي بيحلم فيها بعض الرموز الماسونية، فلما بيفوق بيروح على المكتبة يدور على الرموز والحاجات اللي شافها في الحلم، وبيعرف أكتر عن طقوس الماسونية وعلاقتهم باليهود. في الوقت ده ماري بتروح الحانة وبتستلم الرسالة اللي هو سايبها لها، ولما بتطلع بيكون سائق السفاح مستنيها وبيمشي وراها وبيعرف مكان سكنها والأوضة اللي هي عايشة فيها. بعد كده بتفتح ماري الرسالة وبتلاقي إن المفتش بعت لها فلوس كتير، وبيكون معاها في الأوضة البنت دي، البنت الجديدة اللي انضمت ليهم في الفترة الأخيرة. بعد كده بيروح المفتش للدكتور ويليام البيت اللي كان بيلبس وبيستعد للخروج، وبيقول له المفتش إن هو عايز يتكلم معاها عن الماسونية، وبيقول له إن ترتيب العملات تحت أقدام القتيلة وموضع الأجسام بيشير إلى النجمة الخماسية وهي رمز الماسونية، وإن طريقة قتلهم وقطع الحنجرة من اليسار إلى اليمين وإزالة أعضائهم الداخلية هي طريقة إعادة ترتيب الأدوار. فويليام بيقول له ترتيب أدوار مين؟ فقال له اليهود الخونة اللي قتلوا مؤسس الماسونية، هكذا أعدموه، وإن إعدام الخونة هو أحد واجبات الماسونية. وفي اللحظة دي بيواجه المفتش ويليام بشكل صريح بالجرائم، وبيقول له هل جاء لك أعضاء الماسونية وطلبوا منك التستر على فضيحة الأمير؟ فويليام قال له نعم، وقال له إن الأمير هيموت بسبب مرض الزهري. وبعدين المفتش بيقول له أنت الطبيب الاستشاري للأسرة الملكية، وأنت المؤتمن على حالة وريث العرش، فأنت فقط اللي لديك الأسباب لتصديق إن هؤلاء التعيسات الفاجرات الخونة دمروا حياتك المهنية. في اللحظة دي بنكتشف إن ويليام هو السفاح، وإن هو اللي بيقتل الستات دي. وساعتها بيرد ويليام على المفتش بشكل فيه جنون، وبيقول له أنا النجمة الخماسية وأنا الطاقة، وأنا اللي الناس هتكتب بعد كده في التاريخ إني أنا ميلاد القرن العشرين. وبكده بتوضح حدوتة الفيلم، وإن الدكتور السفاح ويليام كان طبيب الملكة ومؤتمن على سر حفيدها، وإنه مصاب بالزهري وهيموت، وإن البنات الخمسة عرفوا السر وكسروا القسم بتاع الدكتور ويليام وتم إيقافه عن العمل، وهو كل ده بينتقم منهم لأنهم حطموا مجده الشخصي. والفيلم بيظهر إن دكتور ويليام عنده جنون العظمة، وإنه في اعتقاده إنه مش سفاح لكن بيعمل أعمال هيخلدها التاريخ. في اللحظة دي بيطلع المفتش المسدس وبيروح على ويليام عشان يقتله، لكن بيظهر واحد من وراه بيضربه على دماغه وبيقع في الأرض. بيطلع ويليام يركب عربيته وبيروح عشان يخلص آخر مهمة وهي قتل ماري، اللي السائق بتاعه عارف مكانها وعارف البيت اللي عايشة فيه هي والبنت الجديدة اللي عايشة معاها. في الوقت اللي كان ويليام في طريقه لقتل ماري كان فيه اتنين اطباء من المجمع الماسوني برضو بيحاولوا يقتلوا المفتش بانهم يدولوا حجنة تموته، لكن المفتش قدر يتغلب عليهم والعربية اللي هم راكبين فيها بتتقلب والاتنين بيموتوا وبيطلع المفتش منها سليم. وبيجري المفتش على اوضة ماري عشان يلحقها قبل ما يوصل لها ويليام، لكن ويليام كان وصل الاوضة ولقاها نايمة وبيخنقها، وهنا بتظهر مشهد من اعظم مشاهد الفيلم. بيظهر السفاح المرة دي بشكل كامل وبتحصل عملية القتل بشكل طبيعي، وان السفاح بيتخيل نفسه في مكان فيه محاضرة تشريح والدكاترة متجمعة حواليه، وانه بيطلع كل عضو من اعضاء جسم القتيلة وبيشرح عليه للدكاترة الموجودين في القاعة، وناس بتسأله اسئلة طبية وبيرد عليهم والدكاترة بتسقف له وبتاخده حالة من جنون العظمة. في الوقت ده كان المفتش واخدها جري عشان يوصل لماري ويلحقها، لما وصل لقى الشرطة موجودة ورئيس الشرطة وصلوا
وبيمنعوها من الدخول عشان المنظر، لكنه في الآخر تغلب عليهم ودخل شاف اللي حصل جوه، وإن السفاح قتل القتيلة بتاعته ما سابش منها عضو سليم حتى أجزاء الشعر. عشان كده المفتش كان لغاية دلوقت ما يعرفش إن اللي ماتت مش ماري، فبيطلع يمسك في خناق رئيس الشرطة لأنه عضو من أعضاء الماسونية، وبيقول له إنه هيوصل لكل واحد فيكم، يقصد أعضاء المجمع الماسوني، وبيحاول يقتله لكن الرقيب بيحوشه عنه، ورئيس الشرطة بيقول له إن أنت موضوع تحت المراقبة بشكل كامل. بعد كده بيدخل عند القتيلة مرة تانية وهو لسه فاكرها ماري، لكن بيمسك خصلات شعرها وبيعرف منها إن الشعر ده مش شعر ماري، فبيطلع يجري عند الحانة يشوف هي سابت له رسائل ولا لا، وبيلاقي رسالة منها بتقول له إنها سابت لندن كلها وراحت قريتها الصغيرة، وإنها خدت الطفلة أليس معاها، وإنها هتكون في انتظاره لحد ما يروح لها. بعد كده بتظهر الملكة بتكلم واحد مش عارف مين هو، بس بتقول له إنها حزينة بسبب تصرفات اللورد ويليام، وإنها طلبت منه يحمي سمعة العائلة الملكية، لكن ما طلبتش منه إنه يقوم بالأعمال الوحشية دي. فالراجل بيقول لها كانت أعمال وحشية فعلا، لكنه أزال التهديد عن الأسرة الحاكمة وقام بواجبه على أكمل وجه. فالملكة بتقول له فعلا، لكن مش عايزة أسمع تاني حاجة عن الموضوع ده. بعد كده بيظهر الراجل اللي كان بيتكلم مع الملكة إنه هو كبير المحفل الماسوني، وبيظهر المحفل الماسوني مجتمع عشان يحاكم ويليام، وبيوجه ليه اتهام إنه قام بأحداث فوضى وعرض زملائه من الماسونية للخطر. هنا ويليام بيرد بنفس جنون العظمة المسيطر عليه، وبيقول لهم إنه ليس له نظير هنا حتى يحاكمني، ولا يوجد رجل بينكم يستحق الحكم علي ولا على المهارة العظيمة التي أمتلكها، وطقوسكم كلام فارغ وأنتم لا تفهمون، وأن الخالق العظيم يتكلم معي وهو اللي يقدر يحكم علي. فكبير المجمع الماسوني بيحكم عليه إنه مجنون ولازم يوضع في مصحة المجانين، ويخضع للعلاج اللي خضعت ليه آن زوجة ألبرت في بداية الفيديو، وهو الضرب بالشاكوش الصغير على جانبي الدماغ، وبيكون المفتش موجود في اللحظة دي، ويتحبس ويليام في المستشفى عشان يتخلصوا منه. كده بتنتهي قصة السفاح بالنسبة للفيلم، وفاضل نعرف اللي حصل لماري واللي حصل للمفتش. بتظهر ماري في مشهد على البحر مع في بيت صغير مربية شوية خرفان وشوية طيور، وبتظهر أليس البنت الصغيرة بنت آن وألبرت اللي هي الوريثة الشرعية لحكم بريطانيا، وبكده بتخلص قصة ماري. لكن بيفضل المفتش اللي بيرجع تاني للحانة اللي كان بيشرب فيها الأفيون، وبيظهر مشهده الأخير وهو شارب الأفيون وتايه عن الدنيا، وبيروح له الرقيب عشان يصحيه لأن في حادثة جديدة وموضوع جديد بيحتاجه، لكن المرة دي الرقيب بيقول له انهض، ما بينهضش، بيوطي الرقيب يشوف ماله بيلاقيه توفى وفي إيده العملتين المعدن اللي هيعبر بيهم الحياة الآخرة. وبكده بتنتهي قصة الفيلم، وأتمنى أكون عرفت ألخصه، وياريت أعرف رأيكم في التعليقات.